رئيس مجلس قروي حسان جمال سباتين، يعطيك ألف عافية وتحياتي أخ جمال. أخ جمال، لو نتحدث في الموضوع الذي يتعلق بالأراضي في هذه المنطقة، الاستهداف حسان هي في طليعة المناطق المستهدفة في محافظة بيت لحم، وتحديدا في منطقة الريف الغربي كبلد تعتبر، أو قرية هي بلدة، قرية هي رابطة ما بين القرى والبلدات في منطقة الريف الغربي، ما يتم من إجراءات احتلالية هي تصب في التضييق على باقي المنطقة. الجديد هنا البؤرة الاستيطانية، هذه البؤرة الاستيطانية ماذا نفهم من وجودها في هذه المناطق، وأيضا استحواذ المستوطنين على أراضي المواطنين؟ في الواقع منذ بداية حرب 7 أكتوبر الإسرائيليين منعوا، أغلقوا البوابة الغربية لبلدة حسان ومنعوا المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، وهناك مئات الدنومات الأراضي التابعة لأهالي حسان. وحديثا بدأ الإسرائيليين بوضع بؤر استيطانية في هذه المنطقة من أجل الاستيلاء على هذه البقعة من الأرض لربط المستوطنة بيطار والمستوطنة المجاورة في هذا التل، ربط هذه المستوطنات في بعضها، وهناك مئات الدنومات كما تشاهدون، هذه الآن يحاولوا السيطرة والاستيلاء عليها. وأيضا يقوم المستوطنين في الآونة الأخيرة يقتحمون منازل المواطنين المتطرفة في البلدة وطرد سكان هذه البيوت من بيوتهم. ومنذ أقصد المنازل التي تقع على أطراف البلدة وبجانب الشارع. نعم، أطراف البلدة ولا بجانب الشارع، طردهم من منازلهم ومنعهم من دخول منازلهم. منذ أول أمس هناك عائلة تم طردها، ولغاية هذه اللحظة لم تستطيع العودة إلى منزلها، كون المستوطن هناك مستوطن يقوم بتهديدهم بالسلاح وإفلات الكلاب البوليسية عليهم ومنعهم من الاقتراب من منازلهم. فهذه تطورات جديدة، والهدف كله الاستيلاء على هذه الأراضي وتهجير الناس من هذه المنطقة. أصبحت حسان محاصرة تماما، الجهة الغربية، الجهة الجنوبية، الجهة الشرقية، وأيضا من الجهة الشمالية هي مرتبطة مع بلدة بتير، وبالتالي أصبحت مساحة البناء الأراضي العمرانية غير متوفرة في هذه القرية، وهي أيضا تشهد نشاطا اقتصاديا قبل فترة الحرب، وفيها يعني أعمال اقتصادية بشكل كبير، وبالتالي نحن نتحدث عن انهيار السوق الاقتصادي في هذه القرية نتيجة لإجراءات الاحتلال العقابية. بلدة حسان هي بلدة مركزية في هذه المنطقة، تربط نحلين وبتير وواد فوكين والجبعة جميع هذه القرى، وكانت في الوضع الاقتصادي والتجاري في هذه المنطقة في وضع ممتاز، وضع جيد ونشط. ومنذ 7 أكتوبر هنا جميع هذه المصالح والمتاجر والمصانع تم إغلاقها، لأنه لا يستطيع المواطنين أو أصحاب هذه الأماكن الوصول إليها. وفي هذه الحالة تتأثر جميع القرى المجاورة لبلدة حسان، نحلين، بتير، واد فوكين، كون هذه البلد رابط تعيق في وصول المواطنين إلى بيوتهم وتوقيفهم، منعهم، تفتيشهم، حواجز عسكرية، اعتقالات بشكل واسع أصبح الآن في هذه المنطقة. والآن محاولة الاستيلاء على هذه الأراضي، من الواضح هم يحاولوا أن يعملوا منطقة كرديون حول هذه المنطقة للمستوطنين لحصارها واستيلاء على أراضيهم. أشكرك جمال سباتين، رئيس مجلس قروي حسان.